السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. بنكمل مع بعض ورشة مفرش الوردة المجسمة، نسمي الله ده السطر الـ14. تمام، أول حاجة هشتغل، أدي آخر واحدة أنا خلصتها في السطر اللي فات، هشتغل فوقيها هحط 3 أخضر وأرجع من الجنب هزود واحدة. احنا طبعا شوفنا خلاص، عرفنا الزيادة وعرفنا النقصان، خلصت هكمل أخضر، هنعدهم لكم كلهم هيبقوا كام مربع أخضر عشان ما تتلخبطوش. 1 بالزيادة طبعا، 2 3 4 5 6 7 8، 8 مربعات، يعني اخر خرزايه اخضر معايا انا بقفل عليها. من اول الشغل اللي هبدأه بقى هيبدأ من الخرزايه الفاتحه اللي هي الذهبي، فاتح اخضر، 2 فاتح، 1 2 3 4 5 مرات، 2 غامق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرة، فاتح غامق، 2 فاتح مرتين، 1 2 غامق فاتح كم مرة، 1 2 3 مرات، 2 فاتح، 1 2 3 مرات، واخر واحدة في السطر بسيبها ما بشتغلش عليها. ونكمل مع بعض في اللي بعده، استنوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.